مشاهدي الكرام رفعت الراية وفتحت البوابات على بركة الله لتنفس الأفراس المنتجة محليا عمر سنتين في الشوط الخامس على مسافة 1400 متر، وقيمة الجائزة 78,000 ريال. انسحبت السعودية من هذا الشوط لتنضم لانسحاب محبوبة نجد، ليتبقى في هذا الشوط 17 راس تمثل الأفراس المنتجة محليا عمر السنتين ورهف نو، تحاول التقدم الآن أيضا مع محاولات من بقية الجياد شاملة أيضا من الخارج ورقوة من الداخل في المرتبة الثالثة، والتقدم لسمع وطاعة الآن في المرتبة الأولى بنصف طول. الآن سمع وطاعة مع تحاذي من شاملة من الخارج، الآن تأتي أيضا في المرتبة الثالثة أندلسية للمرتبة الثالثة، رقوة تتأخر وتقدم أيضا ضوح البرق الآن، ورقوة تأتي للمرتبة الرابعة الآن مع إتيان سحمة في المرتبة الخامسة، وشاملة من الخارج مع سمع وطاعة الآن الخط المستقيم يجمع الأفراس الإنتاج السنتين والتحاذي القوى بين كل من شاملة وسمع وطاعة، ومحاولات للإتيان من رقوة أيضا والدخول أيضا من رهف نو صاحبة الدخول القوي، تأتي رهف نو لانتزاع الصدارة والمرتبة الأولى لرهف نو، رهف نو من نسل ولد درشان في دخولها القوي لتضيف الانتصار الثاني لها.